طب هل ممكن نقول ان برضو في اقبال من قبل الفتيات فكره هنا برضو الدفاع عن النفس وهذه الثقافه الجديده اللي المجتمعات العربيه بقت تفرضها ان البنت لازم كمان تعرف تدافع عن نفسها وفي عائلات كتيره كمان بقوا يودوا بناتهم ان هم يتعلموا رياضات دفاع عن النفس فليه يعرف حضرتك؟ والله حضرتك احنا لما دخلناها مصر سنه 2007 واول سيمينار اتعمل وجانا فيها خبير الماني معاه حزام اسود 3 دان ودي طبعا حضركنا اللي احنا نقول ان برضه الرياضه بتاعتنا فيها احزمه يعني الابيض الازرق وكل مستوى منه يعني كل حزام فيه 4 مستويات يعني الابيض الازرق البنفسجي البني الاسود والاسود دي في مصر ما فيش الاربعه بس اسود اللي عايش منهم في مصر هو واحد بس اللي هو الكابتن محمد فوزي اللي دخل لعبه في مصر وفي الكابتن طارق مطر عايش في الامارات في الكابتن محمد عمر عايش في بريطانيا في الكابتن كريم شاه عايش في امريكا الاربعه بس دول من الوحيدين اللي هم ممكن ان هم يرقوا الاحزمه اللي تحتيهم ففي مصر ما فيش الا الكابتن محمد فوزي طبعا عامل مجهود كبير معانا وبالنسبه لسؤال حضرتك بالنسبه للفتيات انا قلت نسي سؤال لا ده انا بس بنوه اجابه ثانيه بنوه بس ان احنا عملنا 51 سيمينار خلال الفتره اللي فاتت منها سيمينارات عرفنا ازاي الجزء التدريبي ازاي البنت تقدر تدافع عن نفسها ضد التحرش وضد اي عنصر يعني ممكن يعرضها سواء في الطريق سواء في العربيه سواء بدون استخدام سلاح يعني حتى لو السلاح مع الاخرين تقدر ازاي تتعامل معاه وده عنصر اساسي عندنا في التدريب ازاي نقدر البنت تقدر انها تدافع عن نفسها بدون ما يكون معاها سلاح يعني ودي كانت حاجه برضو قدرنا ان احنا نطبقها واحنا عندنا 20 منطقه في 20 محافظه وعندنا حوالي 5000 يتناسب مع قوانين الدوله عندنا ان احنا ما ينفعش حد يمشي بسلاح ابيض ربما اوروبا بيبقوا في امكانيه ان البنات يبقى عندها سيلف ديفنس بس هنا ما عندناش فكويس ان النقطه حضرتك بتذكرها دي عشان يكون يعني دفاع عن النفس من غير استخدام اسلحه هي بالفعل هي يعني دفاع عن النفس بالنسبه للولد والبنت دي مشتركه ما فيش حاجه اسمها البنت بس او الولد بس اهم حاجه يكون عنده عنصر ازاي يقدر ان هو يدافع عن نفسه باي رياضه او باخرى بالذات لو كان طبعا انا منتمي للرياضه بتاعتي الجوجيتسو انها بتقدر ان انت البنت انها ما تخافش على نفسها انها ممكن تتصاب اثناء التدريب او اثناء البطوله وكده زي الولد كمان بالظبط ولكن بيبقى عندها فتنس عالي جدا عناصر اللياقه البدنيه موجوده عندها سرعه رشاقه مرونه تحمل بجانب العنصر الفني بقى اللي احنا بنديها لهم من مهارات اساسيه ومهارات عليا بالنسبه لكيفيه الدفاع عن النفس.